الاجراءات بتاع عمليه المنع من الانتداب يمكن لك الفريق اكسبيريمونتي فيها في تونس واليوم المغرب الافريقي. وقلتها قبل اللي كونه كل ملف نعرفوا شنو الحاجات تجينا، حتى حاجه ما تفاجئنا في بالنا اللي باش يجينا اللي باش يجينا انستركسيون، لكن من فوا نخلصوها وان شاء الله في القريب العاجل. تعطلنا في التريزوري معناها بحكم اللي جاونا برشا عقل وتكلمنا فيهم في الاشهر اللي فاتوا، عقل معناتها صدقني تاع ديون ترجع حتى لعوام 2006 2008، عملوا لنا برشا عقل فاثروا في التريزوري تاع النادي واثروا على السيوله وخاصه مع المستشارين تاعنا. هذاك علاش طال خلاص تاع القصه هذاك. كنا معناتها منتظرين اللي كانوا بيجينا منع، لكن من فوا يصير دي بلوكاج تاع فلوسنا باش يخلصوا وتنحى معناتها اداريا عمليه المنع. كلام كبير ياسر يدور معناها ودي باج سبونسوريزي معناتها تخدم عليه كاريمون. شوف باش ما نلعبوش بعقول الناس، لعبت تفرق وتفهم. الفريق اللي عنده فافوريتيزم ما يقعدش يلعب السكوندا الاخرى في الفاز الاولى على الكاليفيكاسيون للبلاي اوف، ما يقعد الفريق اللي يلعب اللي عنده فافوريتيزم ما يخسرش ثلاثه مقابلات في الدور الاول تاع البطوله. الفريق اللي عنده فافوريتيزم يظهر لي ما ليناش حتى هدف كوسوسوا سجلوا ولا هدف تنحى الادفرسير في مقابلاته الكل تاع النادي الافريقي السنه. النادي الافريقي لعب مقابلته ضد النجم نادي الساحلي، استاد معبي بالجمهور وكل وفاء، انا ولا واحد تكلم مارينا حتى في حتى مقابله اوكان سيني مارينا. اما قاعده الناس في كل مره تحاول تلصق لذي كده بين النادي الافريقي، علاش الشيء هذا؟ يمكن انا اللي حبيت اقوله اللي استنتجناه احنا في النادي الافريقي اللي كونه بوتيتر الهبه نتاع الجمهور، واللي كونوا معناتها مالوريزمون برشا ناس اللي كونوا جمهورنا تباهيت به العباد الكل، فبرشا ناس ما راكلوش الشيء هذا فحابه تضرب النادي الافريقي بطرق الكل، وضرب جاي دونك السنه اللي كون النادي الافريقي عنده فافوريتيزم. حاب نذكر الناس اللي راهو لعبنا في المستير جوله اولى في البلاي اوف، النادي الافريقي صحيح ما حرفناش الحظ وما انتصرناش، لكن النادي الافريقي كانت عنده ضرب جزاء واضحه، للاسف لخيان في الريجيم تاع الفار ما رجعولهاش ضرب جزاء واضحه، يعاودوا الناس يشوفوها في عقلهم على حمزه العقربي في 70 مينوت. حاب نذكر العباد الفريق اللي عنده فافوريتيزم يظهر لي ما يقعدش الموسم الفارط بعد المهزله اللي صارت في جولتين 11 و12 رتور تاع الموسم الفارط، واللي احنا اعلنا عن نتائج مسبقا تاع الجوله الاخيره اللي يمكن اذا كان الناس يلعبوا في الباري سبورتيف وتابعونا يمكن ولاو دي ملياردير، ما تبعوناش لكن احنا نعرفوهم النتائج وصاروا النتائج هذوك. كان الناس ركزت في النتائج هذوك اللي صاروا في اخر الموسم الفارط كل ما يقعد يقول النادي الافريقي عنده فافوريتيزم. اذا كان ثم فار عمال في فاز رتور النادي الافريقي في الخمس السادس حضر بجزاء كونتر الاسبيرونس في الرتور، مش ضرب جزاء.